إلى ذلك عقد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال مؤتمرا صحفيا استعرضا خلاله الواقع الرياضي في صلاح الدين وأهمية الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية والتعاون بين الجانبين لحل المعوقات التي تواجه هذا القطاع رغم الأزمة المالية التي تعيشها البلاد. نرحب هذا اليوم بالسيد معالي وزير الشباب والرياضة كابتن عدنان درجال في محافظة صلاح الدين. الحقيقة هذا اللقاء وهذه الزيارة هي ليست زيارة تقليدية، هنالك عدة أمور تم التباحث بها، من ضمنها وضع الأندية في محافظة صلاح الدين، المنشآت الرياضية، الاستثمار الرياضي، العمل على تطوير المنشآت الرياضية والاستفادة القصوى منها، تحسين أداء الأندية وتحسين مواردها المالية، تنسيق مع الوزارة على استغلال أمثل لمنشآت رياضية بين وزارة الشباب ووزارة الإسكان والإعمار والمحافظة. كل هذه الملفات إن شاء الله ستكون لها حلول ضمن أولويات مع الوزير. المحافظة ستقدم تخصص أراضي للأندية الرياضية لاستثمارها لتكون لها واردات، هذه أيضا من ضمن القضايا اللي اتفقنا عليها مع الوزير. أصبح عنده فكرة كاملة عن الوضع في صلاح الدين، وممكن أنه نعمل سوية كفريق واحد من أجل أنه نحقق خطوات متقدمة في هذا المجال. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة، وأنا بين أهلي وناسي وإخواني وأحبائي، ودا أطلع على كل شيء. يمكن أنا قبل سنة ونص جيت في زيارة خاصة إلى المحافظة، واليوم هاي هي الزيارة الرسمية الثانية إلي. مثل ما تفضل الدكتور عمار أنه احنا ناقشنا العديد من القضايا والمشاكل اللي موجودة في المحافظة بما يخص العملين الشبابي والرياضي، ووضعنا قسم من الحلول إلها، وإن شاء الله مستقبلا راح نعمل كفريق واحد من أجل تذليل كل الصعوبات رغم التحديات الكبيرة والظروف المالية الصعبة اللي يعيشها البلد.